الاعداد كانت تجربه اجتماعيه وعلميه بنفس الوقت، تعرفنا على كثير رفقات جداد. بدءا من طريقه الاعطاء، هي عباره بتختلف كثير عن اي شيء انت مريت فيه بالمدرسه او بكورسات او اي شيء انت خضعت له، طريقه فيها روح جماعيه، بتعلم كيف تشتغل مع فريق. لانه فرصه وحيده بالعمر وما بتتكرر، فرصه نادره لتنمي لك موهبك وقدراتك في كل المجالات. اذا رغبت ان تكون جزءا هاما من عائله الاولمبياد العلمي السوري، هيئه التميز والابداع والاولمبياد العلمي السوري بانتظارك في اختصاصات الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، علم الاحياء والمعلوماتيه. يمكن للطلبة الحاصلين على مجموع 2800 علامة وما فوق بشهادة التعليم الأساسي للعام 2020 الدخول إلى منافسات الأولمبياد العلمي من خلال ملء الاستمارة الموجودة على صفحة هيئة التميز والإبداع www.facebook.com/dcc.sy وعلى موقع وزارة التربية وصفحتها عبر الفيسبوك. تجري المنافسات على مستوى المحافظات في شهري تشرين الأول وكانون الأول، وتنتهي بمنافسات على مستوى سوريا أثناء العطلة الانتصافية. أن تكون عضواً في الفرق الوطنية أو العالمية للأولمبياد العلمي السوري هو إظهار لتميزك وقدراتك، فالتميز مسؤولية انت قدها.